مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم الى هذا النقل التلفزي المباشر مباشره من هنا من مدينه سله من قاعه فتح الله البوعزوي، حيث سننقل لحضراتكم اطوار مقابله مهمه طبعا على مستوى عنصر السيدات، والحديث هنا على فريق الجيش الملكي وخصمه في هذه المواجهه وفريق نادي الفلاحه بالقنيطره. مقابله مهمه ما بين جوج ديال الفرق كينتميو للقسم الممتاز لكره السله الوطنيه على مستوى العنصر النسوي. موسم جديد، العنصر النسوي يظهر اكيد على الواجهه. يسعدني ان يكون محللا ومتابعا معي لاطوار منافسات اليوم لكره السله. طبعا الاسم المعروف سي محمد الزحزوحي، اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا اخ الدالي، وتحيه للمشاهدين الاوفياء قناه رياضيه. سي محمد، العنصر النسوي حاضر البطوله الوطنيه، القسم ممتاز على مستوى العنصر النسوي، يؤكد دائما الحضور ديالو القوه ديالو، وكنتابعوا اليوم النزال او نقولوا مواجهه قويه ما بين فريق الجيش الملكي القوي وفريق اللاسيكا، طبعا فريق المهم اللي كيحقق ايضا نتائج نتمنوا ان دائما تكون احسن في الاحسن. والبطولة النسوية بدات كتاخذ واحد الأهمية كليا نقول أكثر، لأنه عدة فروق بداو كيجلبوا اللعابات الأجانب باش يعزوا المستوى ديال الفريق ديالهم. ف لاسيكا حنا شفنا مؤخرا ما كانوش عندها لي زيترونجير، اليوم لاسيكا راه كتلعب في الفريق ديالها بواحد 3 زيترونجير اللي جاو من كلهم ثلاثه من الولايات المتحده، رومانيا، فنلندا، وايضا الولايات المتحده الامريكيه. هذا كيتبين بانه كاع المسيرين ديال الانديه في الفرق النسوي بطبيعه الحال اللي عندهم شي شويه ديال الامكانيات كيجلبوا دوك اللعابات الاجانب باش المستوى يطلع. المقابله ديال اليوم الجيش الملكي راه في المرتبه الثانيه ولاسيكا في المرتبه السادسه. بالفعل نخلي لك التشكيله ديال فريق الجيش الملكي سي محمد بعجاله، لك ممكن نحرر الزملاء ايضا حتى على مستوى المتابعه. طبعا التشكيله ديال فريق الجيش الملكي الان، رقم 4 ديلوش لاتيشا، رقم 5 عماري كوثر، رقم 6 المدن خديجه، رقم 7 بالقاسم ربيعه، رقم 8 البرزيز هند، رقم 9 بالغالي مريم، رقم 10 صالحي ناديه، رقم 11 بن حسون كوثر، رقم 12 زكي زينب، رقم 13 نجوكاس بالتشيني، رقم 14 سيوان خديجه، رقم 15 الجامي عزيزه، المدرب بهادي سعيد والمساعد ديالو الاخ ديالو عزيز. طبعا فيما فريق نادي الفلاحه بالقنيطره طبعا يدخل بالاسماء الاتيه، رقم 4 عزي نوال، رقم 5 طبعا خشاش طبعا حرصه، رقم 6 الحسن طبعا نورا، عندنا ايضا حضور او الاحمر نورا، طبعا رقم 7 خديجه مريم، حضور ايضا رقم 8 اللي جونسون جاسمين، ما نساوش ايضا الحموش ساره، رقم 10 عندنا انارا طبعا فاطمه الزهراء، مشاركة رقم 11 جبوه نورا، رقم 12 ريندون طبعا اندرينا، ورقم 13 طبعا شياب لطيفه، وما نساوش ايضا رقم 14 كوليمان كوري، وايضا رقم 15 قادري جيهان. بالنسبه للمقابله سي محمد ممكن نقول بانه لا على مستوى عنصر السيدات ديال فريق الجيش الملكي ولا على مستوى عنصر فريق نادي الفلاحه بالقنيطره، ممكن نقول بانه التباري ما غاديش يكون سهل بالمره بين الفريقين معا. طبيعه الحال لانه واخا نقولوا فريق الجيش الملكي عنده 6 ديال الانتصارات وجوج الهزائم، وفريق لاسيكا عنده 4 ديال الانتصارات وثلاثه ديال الهزائم، ممكن يكون واحد اللي كيدير في المقابله باللعابات اللي ضاف فريق لاسيكا مؤخرا. اذا لقاء من المرتقب ان يكون مهما ومثيرا بين الناديين معا. نبغي نشير على انه فريق شباب ريف الحسيمي على مستوى العنصر النسوي حاضر بقوه في الرياضه سي محمد. كنا نقولوا بانه فرع كرة السلة في مدينة الحسيمة كله باغي يعطي واحد الإضافة واحد الأهمية أكثر في المجال الرياضة، خاصة حنا كنشوفوا دابا سبورة الترتيب أمامنا الآن، لا في الإناث، يعني وهذا شيء جميل. بالفعل حنا كنشوفوا الآن سبورة الترتيب اللي عندنا الآن، فيعني فريق حضر بقوة انطلاقة المقابلة. نذكر بأنه فريق الجيش الملكي كيجي في المركز الثاني، وهذه بداية موفقة طبعا اللي كنشاهدوها الآن من جانب فريق لاسيكا نادي الفلاحة بالقنيطرة. طبعا نذكر بأن القنيطرة معروفة بجوج
ديال الفرق القويه، نادي القنيطري ونادي لاسيكا. بالفعل ولو انه الفريق ديال لاسيكا يعني اختصارا البريفياسيون ديالو فهو نادي يمكن نقول يعرف محتضن ومؤسسه طبعا اللي كترعى المصالح ديالو، بالتالي ففريق من المطالب اللاعبات ديالو انهم يعطوا النتائج ما دام انه كاين تمويل وكاين تسيير وكاين متابعه فخاص النتائج، اليس كذلك سي محمد؟ والنتائج كتجيب بالتمارين، كتجيب التدريب، كتجيب بالمنافسه بطبيعه الحال. دونك انا كيظهر لي البطوله لا ديال الذكور لا ديال الاناث في الشطر الثاني ديال الاياب غنشوف واحد المستوى عالي اكيد. امر اخر هو فريق الجيش الملكي الان يسير بشكل جيد على مستوى العنصر النسوي، الرياده الان من جانب مدرب طبعا هو ابن الدار بهادي الذي يقود الفريق، هذا الرجل اكيد انه يعرف خبايا الامور بشكل واضح من جانب فريق الجيش الملكي، واكيد ان تابعنا لقطه جميله جدا بدينا كنشوفوا الباسكيت حتى في هذه المقابله سي محمد. جوج محاولات ديال نوال في المستوى اكيد عزي نوال لاعب رقم 4 باقي كنذكروها في المقابله ديال فريق النادي القنيطري كانت العنصر المميز فريق ديال نادي الفلاحه بالقنيطره. اذا المقابله مستمرة مشاهدينا الكرام وحنا كنتابعوا دائما الرغبة الجامحة والطموح كبير، مؤسسة كبيرة بقيمة مؤسسة جمعية القوات المسلحة طبعا نادي الجيش الملكي، أكيد أنه بالتكوين بالتأطير بالتمويل اللي كيقدموا طبعا للرياضه الوطنيه، فيمكن نقول بانه ايضا دعامه كبيره جدا للجامعه وللمنظومه ديال الكره السله الوطنيه. اسمح لي واي فريق جا واحد المكتب وكيعطي واحد الدعم دابور داك الفريق ديالو الافاده اللي كتكون ديك اللعبه كتكون على نيفو ناسيونال، كترجع الفريق كيدير واحد الانفستيسمون اللي كيرجع على المكتب المديري ديال الجامعه. اكيد اذا احنا كنتابعوا طبعا هذا المحاولات وايضا كنتابعوا طريقه التعامل ديال الفريقين معا في هذه المنافسات. تفضل سمح لي. والاضافه ديال ملي كنقولوا المستوى كيطلع لصالح للفريق الوطني اكيد نشوفوا واحد النخبه في المستوى، وحنا تعودنا على مجموعه من الاسماء ربما السنوات الاخيره الا كنا نتحدثوا على فاطمه الزهراء يعقوبي هدى بشار، تحدثنا ايضا على هذو لاعبات ايضا مشوا للحسيمه، هناك ايضا لاعبات اخريات طبعا ما نساوش ولو ان الاصابه كانت ديال وجدان اللي كانت اكيد كانت تعرضت للحادثه تصير، فعندنا لاعبات يعني سي محمد باش كان قلت لك الانتيري ولا كاين حتى عند الباسكيت في ميناء، ولينا كنشوفوا اللاعبات من الصويره كيمشيو للحسيمه، كنشوفوا من مدينه الدار البيضاء كيمشيو قنيطره، دونك بدا واحد الموفمون ديال اللي جواز قبل كانوا غير الذكور هما اللي كيديروا دوك ليميتاسيون. وتحيه للانديه التي تمارس اكيد بحضور نسوي. مهم نوال عزي تخطف الانظار لعبه مهمه جدا، وكنتابعوا على الصوره اللاعب رقم 8 جونسون جاس اللي عند نوال اللي اليغون دون سون جو. هذه اللعبة مميزة أكيد في هذه المنافسة مشاركة محاولة من جديد من جانب عناصر فريق الجيش الملكي إمكانية التعامل مع هذه الكرة، ويبدو أن هنالك طبعا خطأ ستمنح الحيازة لعناصر فريق الجيش الملكي. على مستوى التحكيم اليوم ما دمنا نشاهد حكم على مستوى طبعا هذه المنافسة فيمكن نقول بأنه حضور مهم جدا سي محمد. الحكم بوبكير كذلك هو اللي كيصرف على المدرسه ديال تكوين الحكام في العصبات الشاويه خاصه بالنيفو ريجيونال وما قل من ريجيونال اكيد. هذه انيسياتيف مهمه في بو كبير سعيد الحكم الاول، الحكم الثاني نازك حنفي، الحكم المراقب الفني نور الدين الكحل، بالنسبه للصغروشني ختام مسجل، بن موسى مراد مساعد مسجل، حمزه ضياع ميقاتي، هشام حرير ميقاتي 24 تاني. هذه هي المعطيات الان مشاهدينا الكرام اللي كنحاولوا ما امكن نقدموها للجمهور الكريم. الاجانب في الفريقين مع سي محمد ماذا يعني ذلك؟ الاجانب في فريق لاسيكا وفي فريق لايصفار كيف قلت لك هنا كيبان واحد الانتيري، واحد الانتيري عند الباسكيت في ميناء وهذا شيء جميل جدا، وانا كنقول صراحه
هما اللي غادي يقدروا يجروا اللاعبات المغربيات باش يكونوا واحد المستوى ومنهم خلقوا واحد الفريق الوطني، لانه هو كيمكن جلب الاجانب الا كان عندنا مستوى عالي فاذا به واحد المغربي كيكون في كرسي الاحتياط، ولكن في البدو ولا بد ما كنجيبوا ملي كنبغيو لونسيو واحد النيفو ديال واحد واحد البطوله كنجيبوا دوك الاجانب اللي كيعطيو كوميم واحد النيفو كيجروا شتي لوكوموتيف طبيعي الحال كيجروا، ولكن فريق الجيش الملكي راه بدا بواحد الخماسي كله بدون اجانب. اكيد هذه محاوله تسجل اكيد بطريقه جيده، تعامل لحد ساعه فهو جيد. نذكروا بالنتيجه المسجله لحد ساعه 6-5. نتابع هنا محاوله من جانب عناصر تمريره ممتازه وتضيع، لم هجومي ممتاز، ثلاثه لاعبات تحت السله، تحكيم مميز لحد الساعه، تعامل ايجابي مع هذه المواجهه، لا شيء سيترك للصدفه اكيد. نادي الفلاحه طبعا فرع كره السله، احد الانديه التي يمكن ان نعتبر على انها تشكل استثناء في مدينه القريطره، يتوفر على بنيه تحتيه رياضيه ساهمت في تكوين لاعبين في كره السله، كره القدم، السباحه، التنس، كره المضرب، العاب القوى ايضا. تاسيس 1994 من طرف جمعيه الاعمال الاجتماعيه للمكتب الجوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وبالتالي نشاهد فريق يسمو لان يسير بشكل مميز وجيد في منافسات الدوري الممتاز. تقديم اكيد كان بسيطا، في المقابل نادي الجيش الملكي يبقى من الفرق العريقه، الفرق التي قدمت حضورا مميزا في العديد من الاوقات، ونحن نتابع ونواكب اكيد معكم المستجدات. نتيجه لحد الساعه 8 تعادل بين الفريقين. إذا تكافؤ 8-8، النتيجة المسجلة لحد الساعة. محاولة من جديد، فرصة وأكيد هنالك تغطية. 5 دقائق 22 ثانية متبقية على نهاية الربع الأول من عمر هذه المواجهة. هذه أبرز عنصر من جانب اللاسيكا. نوال عسي ممتازة، برافو، رائع جدا التمريرة، استثمار غير مناسب بالمرة، تعود من جديد لصالح فريق الجيش الملكي. العنصر البارز أحد اللاعبات المعول عليها بشكل كبير طبعا الحديث هنا على خديجة، دارت واحد درايف في مشي في الجيرك أنا خسرت مشي فيه نقول لكم تورني ديفونس دو زون كتبان هنا ديال دو تروا عند لاسيكا. ممتاز محاولة ممتاز سيوان خديجة. وي برافو برافو برافو، دوماج للديرني جيست ما كانش ان جيست اكاديميك. تعود من جديد لصالح فريق الجيش الملكي، فرصة ممتازة ممتازة ممتازة. برافو نوال برافو نوال. يتم ايقاف هذه المحاولة. هذه نوال عسي، هذه نوال التي سترت باهتمامنا بكل تأكيد في مقابلة لاسيكا ضد الكاك. طبعا تحية للقنيطرة على الفريقين معا لأنه فعلا أنجبا أحد الفرق المهمة، الكاك نادي القنيطري ولاسيكا فريق نادي الفلاحة بالقنيطرة، وبالتالي جوج فرق محترمة بشكل كبير. تابعونا محاولة، تابعنا الديربي عبر القناة الرياضية، نتذكروا الديربي يا سي محمد كان قوية ليس كذلك اللي كان في القناة الرياضية، ولو أنه لاسيكا آنذاك يعني ما كانش في يومهم وكان ذكروا المقابلة. هو كانوا ناقصين، كانت التركيبة ما كانتش ماشي التركيبة ديال اليوم. اليوم حنا شفنا هذا لو جيست ديال كولمان، سي ان جيست بكل صراحة أكاديمي، وكانوا ناقصين حتى من اللاعبات الأجنبيات يعني لا الرومانية ولا الأمريكية، يعني ما كانوش في كامل العناصر ديالهم. على أي هي مباراة ونحن نتابع وياكم ما تبقى من ربع الأول. فرصة ممتازة، تضيع 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 تضيع. إذن الحكمة تتدخل لتعلن على رميتين حرتين لصالح فريق لاسيكا، كان هنالك دفع وأعطت طبعا جوج ديال الرميات. شاهدونا أب بالطريقة هنا كيكون داك لو سيرنوب حتى في الروبون اوفونسيف، دونك لاسيكا داخلين في المقابلة، راه كانوا ثلاثة ديال اللاعبات في بور هذاك الروبون اوفونسيف. إذا تركيز كبير، 4 دقائق
كول ماركوري متبقية 4 دقائق 5 ثواني. انظار كتمشي لحسن بوخدوج سي محمد، غادي نرجعوا له، غادي نرجعوا له نتحدثوا عليه بالتفصيل بعد ما تسجل النقطة التاسعة لفريق أسيكا نادي الفلاحة بالقنيطرة، تسجل أيضا النقطة العاشرة، 10 مقابل 11 الآن، 10 مقابل 11. محاولات مستمرة ومتواصلة بين الطرفين، تابعوا هذه المحاولة من جديد، فرصة رجعت من جديد العميدة خديجة للدينامو إن صح التعبير رفقة فريق الجيش الملكي. هنا شفنا دخول في صفوف الجيش الملكي رقم 4 ديال واش لاتيش، فرصة ممتازة، محاولة كتسال 24 ثانية مخصصة للهجمة، نوال عزيز مشي كورتو تسجل 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 جوج ديال النقاط تبارك الله عليها. هذه 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 من بين العناصر القوية في صفوف فريق لاسيكا صراحة. نوال من جديد الدينامو المحرك الاساسي للاسيكا، مرور ممتاز، لا 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 رجعت كره من جديد للجيش الملكي. شنو واقع للجيش الملكي الان سي محمد؟ شنو واقع؟ واحد الفريق كاين موجود كيلعب افيك ان ريتم، كيلعب افيك ان ترانزيسيون رابيد ما بين الكوتي ديفونسيف كوتي اوفونسيف، والديفونس فريق الجيش الملكي باقي ما كانش شي ديفونس اللي غادي يمكن لها تحصر. شوف اللي بغيت نقصد، واش مشكل تغييرات ولا مشكل تركيبه بشريه؟ لا ماشي التركيبه البشريه، بدا تكتيكيا في الدفاع، واحد خصو يكون واقف في الدفاع. تسجل ديما كيكون لو سير نومبر عند لا سيكا في زاكسيون اوفونسيف. 13 نقطه للجيش الملكي مقابل 12 نقطه لصالح فريق لا سيكا. هو هنا ان جيست، يا با ديفونس، فهمتي؟ وغير رقم 10 فاطمة الزهراء كان خاصها واجب عليها تمشي باسكو كافي ان كولوار. جاري من الجماهير المتابعة المواكبة لهذا الحدث هنا بمدينة طبعا سلا، قاعة فتح الله البوعزاوي، المعلمة الرياضية المهمة على المستوى الوطني سي محمد، احتضنت العديد من المباريات طبعا القوية، ونتذكر جيدا مباراة المغرب الجزائر هنا، ونتذكر العديد من المباريات الأخرى سي محمد. واسم فتح الله البوعزاوي تاريخ في كرة السلة، وكذلك دابا من مدينة سلا احتضنت عدة مقابلات على الصعيد الدولي كيف شفنا مؤخرا في مدينة الحسيمة. ف كيف قلت لك كتجي واحد الوقيته وكتكون واحد لا جينيراسيون ديال واحد الفريق. اكيد اكيد غير رجعنا لهذا الموضوع، حنا كنتابعوا هنا محاولة من جديد، فرصة نوال 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 برافو نوال، لاعبة تستحق التصفيق على اعتبار ان الدينامو التي تقود فريق اسمه لاسيكا اليوم اذا كان الجيش الملكي غيوجد شي صعوبة غيلقاها مع هذه اللاعبة بالذات. وردة الفعل وردة الفعل، برافو 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 برافو. قلنا جوج ديال المباريات على مستوى العنصر النسوي سي محمد، قلنا جوج ديال المباريات، المباراة ديال اليوم مختلفة تماما عن المباريات السابقة، 18 مقابل 15، أليس كذلك؟ شوف ملي كتبقى دوز واحد الماتش في التلفازة راه كيكون واحد ستيميلون عند الفرق الأخرى باش هي دير أحسن باش هي تلعب، فهمتي؟ والشيء الجميل وهو قبل ما كناش كندوزوا الرياضة ما كانتش كدوز البطولة الإناث، اليوم كنشوفوا البطولة الإناث وهذا شيء مهم. حتى المستوى كيحتم عليك انك تكون حاضر، ولو انه السنوات السابقه نكونوا واقعيين سي محمد يعني كان اختلاف على المستوى المنتوج. الان كنشوفوا اجانب كاينين كاين استثمار، كاين استثمار حقيقي في السيدات، كاين اهميه وكاين بالفعل بصراحه. اذا تحسب للجامعات، تحسب للمسؤولين على القطاع الخاص بكره السله. احنا شفنا دابا غير الجمهور اللي كي شفنا في فاس، شفنا في مراكش، وشفنا مؤخرا في الحسيمه. القاعه ممتلئه، كانت القاعه ديال 5000 كره دخلت 5000 اكيد تيقول لك بكل صراحه، والجمهور هو اللي ساهم في الانتصار ديال شباب ريف الحسيمي. تابعونا محاولة، رجعت كرة من جديد لصالح فريق الجيش الملكي، واللم الدفاعي مميز، الاعتماد على الدلوش لاتيشا، هذه اللاعبة اللي كتحاول ما امكن انها تستثمر الخبرات ديالها وتعطيها للاعبات فريق الجيش الملكي. اللاعبة الاجنبية محاولة، فرصة من جديد
لعناصر فريق نادي الفلاحة. 18 بقى ب 15، 34 ثانية، 34 ثانية، الكرة كتضيع، عجبة مرتدة مضادة، محاولة من جديد، فرصة 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 فرصة، طبعا ما كاينش تسرع. خديجة 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 أو تضيع تضيع، كان دير فيكساسيون تمشي أكيد. 20 ثانية، 85 جزء من المئة، 18 مقابل 15، الجيش الملكي يتقدم في هذه المقابلة. طبعا الفريق الذي يستقبل، الفريق الذي يقدم نفسه بصوره جيده في هذه المباراه. تحيه ايضا لمسؤولي فريق الجيش الملكي لاخراج هذه المباراه من المركز الرياضي المعموره لقاعه فتح الله البوعزاوي، باش يعطيو متنفس ايضا للجمهور الكريم، وحتى بالنسبه للقناه الرياضيه لنقل هذه المقابله قويه، لانه عندهم ملعب جميل جدا في المركب الرياضي. لو بارتير افيك باركي زعما اون سال بروفيسيونيل ديال وصراحة نشتاق لسنوات خلت كنا كندخلوا تما وكنقوموا بالنقل العديد من المباريات اكيد، يعني اللي كانت وكتبقى دائما خالده في الاذهان ديال فريق الجيش الملكي بشكل كبير. من جديد محاولة والى خارج الحلقة. ينتهي الربع الاول 18 مقابل 15، واخا هكاك كتحس ان الناس ديال الجيش الملكي اليوم بعدي وباقي اللعيبه ديالهم ما مرتاحينش، يحسوا بانه الفريق ماشي مطمئن. اسمح لي، وكاين داك الفريق الجيش الملكي راه في المرتبه الثانيه، فاذا به خصو اليوم يفوز باش يبقى ديما في ديك المرتبه الثانيه، الا تعثر ونهزم اليوم كيولي راجع للتروزيام بلاس اكيد. اذا مواكبه متابعه، لكن ممكن اكيد من طرف الزملاء ديالنا نعاودوا اقوى اللحظات الخاصه بهذه المباراه. طبعا على اعتبار انه الربع الاول يعني ربع كان مقدم نفسه، شاهدونا الصور، شاهد معايا انا طريقه جميله باسلوب جميل. طبعا مشكورين كل الزملاء اكيد، الوحده ديال الزميل ديالنا اليوم هرشالي، لقطات جميله يعني متواصله، وحنا كنتابعوا طبعا هذه المنافسه. شاهد معايا، شاهد معايا، شاهد معايا، اب اب ثلاثيه جميله، ثلاثيه ديال زينب اكيد. هادو لقطات، هادو لقطات كيخلينا اننا نعيشوا المباراه بالشكل المطلوب. هنا هاد لو جيست كيفاش دازت، برافو برافو. وشاهد معايا اللاعبه نوال عندها حضور قوي، يعني الخلاصه ديال التقنيه اسمح محمد بعد نهايه الربع الاول. لا كان واحد لو ريتم عند لاسيكا، ضعف شويه في التموضع في الدفاع عند فريق الجيش الملكي، ولكن ان سكور دو 18-15 في بريمي كارتون في البطوله ديال الاناث، تراجع في البطوله ديال الذكور شي مخطرات ما كنشوفوش كاع لو سكور هذا، فبرافو للفريقين معا. الى مشاو بهذا الموين ديال 18-15 ممكن السكور غنوصلوا لل 70. على الصورة حسن بخدوج، محمد زحزوحي غنتواصل الان في الربع الثاني من عمر هذه المواجهه. النتيجه طبعا 18 مقابل 15. راه عاد ذكرت بان هو السكور 18-15، راه يلاه كنشوفوه في البطوله ديال الذكور. اللي بغيت نقصد ايضا، وحنا كنتابعوا المنصه الرسميه طبعا بحضور هام وزن في المكتب المسير فريق الجيش الملكي، اللي بغيت نقصد ايضا هو ان فريق لاسيكا اليوم عنده لاعبات قادرات على تحقيق تغيير في النتيجة. يعني يا سي محمد بكل صراحة لاسيكا مع الرونفور اللي داروا والأداء اليوم ديال نوال، فريق في المستوى. هنا في صفوف فريق الجيش الملكي دخول نقوس بياتشيني، متابعة كبيرة جدا. هذه محاولة الأولى ديال اللاعبة
نغوس باتشيني. إذن التباري مستمر، الأداء مستمر، والمنافسة مستمرة، ونحن نتابع هذه اللقطة مميزة. طبعا رجعت من جديد لصالح فريق الجيش الملكي خديجة الواني. دي لوتش لاتيشا حاول مميز تسجيل بوكاس بلاتشيني على الصورة. الفيزيك ديالها غادي يخليه باش غتكون مرتاحه، ولكن واجب على الدفاع يكون يتغير. غالي ميديا الذكور محاوله من جديد لصالح فريق الجيش الملكي. فرصه 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 وتسجل تسجل طبعا بطريقه جميله باسلوب جميل وسريع. طبعا يمكن نقول بانه الاداء لحد الساعه فهو اداء يسير بشكل جيد من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. محاوله ممتازه، لم الدفاع مميز، استخلاص الكرة الوقت المناسب. ماذا كان هناك؟ انا مارشي مارشي ديال ميخدات ريبون، درت واحد المارشي 24 مقابل 15. غيرت النتيجة بسرعة سمعنا، لا دخلات الرقم 13. شو لطاي تبارك الله عليه. نكوكاس نكوكاس بلاتشيني الأجنبية الثانية الآن في المقابلة. بعد النقاط على يعني محاولة من جديد. ضاعت لنا ولد المحاولة. طبعا 24 مقابل 15، 8 ديال الدقائق 30 ثانيه. هذه فرصه رجعت من جديد خارج القوس. هنا كنشوفوا التغطيه على اللاعبان كوكاس. نتمنى ما تكونش اصابه مؤثره، نتمنى ما تكونش اصابه مؤثره. جونسون جاسمين اكيد لاعبه اللي ومع ذلك قامت بمجهود كبير. فرصة من جديد لصالح عناصر فريق نادي الفلاحة قنيطرة. لا كنت هاي هاي اليوم احنا كنشوفوا جوج ديال المؤسسات، يعني اكيد لا مجال المقارنة ما بين الجيش الملكي كمؤسسة اكيد اللي صامدة منذ سنوات ومقدمة يعني في مختلف الأنشطة الرياضية، ومؤسسة أخرى أيضا ممولة مدعمة للفريق لاسيكا. أنا سؤال على التمويل، سؤال على الاستشهار، سؤال على المحتضنين فتحت قوس كبير ليس كذلك سي محمد؟ ولكن مع الأسف كيمكن لك تلقى واحد المدينة كدعم واحد الفريق من طرف الجهة، من طرف لي سبونسور، وكتجي عاوتاني في مدينة أخرى ما كتلقاش داك الدعم المادي، وكتلقى داك لو ميسين اللي كيجي يجيب من جيبو. وربما في مدينة وحدة نفس جوج فرق وفريق يدعم وفريق لا يدعم. واحد لأنه باقي ما كاينش واحد نقولوا واحد التخطيط باين باش نقولوا الجهة غادي تخرج واحد نقولوا 5 أو 10% من داك الميزانية ديالها لهذاك الفريق الاول او الثاني. ولكن اسمح لي سي محمد، علاش هذا المجهود هذا كامل باش نبينوا هذه المدينه حاضره بقوه اعلاميا، نروجوا اقتصاديا، نروجوا حتى الرياضه، نربيوا جيل، فيها مجموعه من الامور اللي هي ايجابيه، فالمفروض تخصيص ميزانيه محترمه للجمعيات اللي كتساهم واللي كتاثر. هاد الناس هادو راه الناس راه كيحيدوا من وقتهم من مجهودهم من بزاف ديال الحوايج باش يقدموا لنا رياضه بهذا المستوى هذا. سمح الرياضه مازال عندها الاهميه عند العائلات الرياضه ديالها. ما يخص قلت لك الرؤساء ديال الجمعيات، رؤساء ديال الجامعات، ما يخص الصحافه، يخص اللعابه، الطاقم التقني، هذوك هما اللي مازالين فهمتي. مع الاسف كاين هنا واحد ليكارت ما بين للاسف على اين هذا قوس. كان الهدف هو اننا ايضا نحطوا الاصبع على الجرح، لانه جرح كبير اكيد كتعاني منه مجموعه من الانديه، كتخلي الرئيس في مأزق صعب، لانه اللاعبين ديالو او اللعيبه ديالو خصهم يتخلصوا، خصهم لي بريم، خصهم شحال من حاجه، وفي نفس الوقت يعني حتى لا كان التمويل من الرئيس بوحده. راه شفنا المثال ديال وجده وبركان مدران ملي مشى من بركان، توفيق ملي مشى من وجده، المرنسي ملي مشى للمغرب الفاسي، جاب الله رجع العراقي، غدا الله قدر الله وما كنتمناش يمشي شمال من طنجه ولا يمشي سي اوراج من الحسيمه، عاود غنطيحوا عاوتاني في نفس الشيء. شكون اللي غيجي، شكون اللي غادي يعطي، شكون اللي غادي يمول، شكون اللي غادي اكيد. دائما مستمرين متواصلين معكم مشاهدينا الكرام
في محاولة في متابعة في تشريح أكيد خاص للرياضة الوطنية خاصة على مستوى كرة السلة النسوية. أكيد أننا نكون سعيدين باش نشاهدوا هذه المقابلة بهذا الأسلوب والطريقة، ولكن خلفها كواليس عديدة وعديدة جدا أكيد على مستوى الدوري الممتاز. على عين تلمع بشكل واضح هذه اللاعبة التي أبانت على حضور قوي، نوال عزي لاعبة فريق اللاسيكا التي تبين وتظهر على أنها حاضرة بقوة وتؤكد على أن فعلا يعني حاضرة بالشكل المناسب. يلتحق بالقاعة المغطاة فتح الله أبو عزوي في هذه اللحظات طبعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة السيد مصطفى أوراش، وأيضا يحضر السيد التنبيتي وأيضا أمين المال الجامعة لأسماء جامعية وأعضاء في المكتبة الجامعية تحقون الآن بالقاعة قاعة المغطاة، وبالتالي الأنظار أنظار المسؤولين أيضا تتجه لهذه المواجهة، وهذا أمر مهم ومهم جدا. 25 20 6 دقائق 25 ثانية في محاولات متابعات 25 22 الآن فريق الجيش الملكي ب 25 نقطة، فريق لاسيكا 22 نقطة. سي محمد عندك شي تدخل؟ لا، دخول اللاعبة روندون أندريانا من صفوف لاسيكا هي اللي خلات باش الفريق يرجع شوية في المقابلة. أكيد متابعة مواكبة معكم مشاهدينا الكرام، هذه نظرة على لاسيكا، هذه نظرة على المدرجات، والمتابعة مستمرة من خلال هذه اللقطات. نوال عزي، نوال التي أبانت على حضور مميز في هذه المنافسة، البطلة التي أبانت على حضور مميز صراحة إن صح التعبير في مباراة اليوم، دينامو بشكل كبير للاسيكا. نتابع هذه الصور التي تؤكد بقوة مدى نجاعة، مدى حضور، مدى قوة هذه اللاعبة في مقابل يعني شاهدوا لقطة مهمة جدا، لقطة مهمة جدا تختزل العديد من الأشياء. وعن إعادة زميله هنو مشكورين صراحة على هذه اللقطات الجميلة، مشكورين على هذه اللقطات التي تظهر يعني قوة فريق لاسيكا اليوم. أكيد أنها لا تختزل في فتاة واحدة فقط، وإنما يعني لاعبة عندها تأثير كبير. نتابع وإياكم استمرار المنافسة 25 مقابل 22، الجيش الملكي يتقدم وست دقائق و25 ثانية طبعا المتبقية على نهاية تفاصيل الجولة طبعا الأولى من عمر هذه المواجهة. لقاء ليس بالسهل، إثارة وتشويق، متابعة مستمرة ومتواصلة من الجانبين. هذه محاولة، فرصة الآن، رجعت من جديد، نوال عزي تمريره مميز، استثمار مميز، برافو 25 24 كليمان كوري، لاعبة مهمة جدا اللاعبة كليمان كوري من الولايات المتحدة الأمريكية، احترفت بالدوري الفنلندي. يعني تابع معايا سي محمد، جاسمين جونسون مشت احترفت بالدوري الروماني وهي من امريكا، اندرينا ريندون يعني لاعبه الولايات المتحده الامريكيه لاعبه البطوله الجامعيه، باه فاتو لاعبه من غينيا الموسم الثالث رقت فريق النادي الفلاحه، يعني ولو ان غير مؤهلة طبعا لخوض المنافسة تعتقد في انتظار ورقة الخروج طبعا القادمة من غينيا. فالأجانب إما أن يكون الدعم وإما أن يكون التقديم بشكل مميز وإما أن يكون الانتداب سيء وبالتالي تضيع الأموال ويضيع الوقت أيضا. ثلاثية ديمار روباوي، ممتازة، غوكاس بلاتشيني لاسيكا لما لقاوش الحل باش يديروا الدفاع على نغوغاس وقيلا هي اللي غادي دير تماركي لي دو تيير ديال السكور ديال الجيش الملكي. عزي نوال تطرق باب المنتخب بشكل كبير ان استمرت بهذا الاسلوب سي محمد، ميرسي. لاعبه فريق لاسيكا مستوى كبير اليوم في المقابله بكل صراحه، ملي كنشوفوا الاداء ديال اليوم ما بين لاسيكا ما بين فريق الجيش الملكي، كذلك المقابله اللي شفنا ديال شباب الريف الحسين القديم الكاك في
كان كيهضر لي كنقول بانه ممكن غنوجدوا منتخب النسوي النسوي في كاس العالم. نتمنى له التوفيق اكيد. خاص المشاركات الخارجيه ايضا، خاص مباريات وديه. وي ولا بدا بدا دابا راه بدينا الحمد لله بدينا كنلقاو لي كاديت، راه ما نساوش. سي محمد ربما غنطرح عليك سؤال، شكون تقترح يكون كمدرب مثلا المنتخب النسوي؟ سؤال ربما صعب شوي، ولكن فقط المدربين اللي ممكن يتعاملوا على مستوى العنصر النسوي. ناخذوا شي ثلاثه ولا اربعه اسماء. لا ما نقدرش نقول الاسماء، ولكن ملي كنبغيو نديروا واحد الاختيار دائما كنمشيو للبطوله القسم الاول وكنشوفوا شكون ذاك المدرب اللي موجود اللي عنده واحد الخبره هو اللي كنعطيوه هذيك الفرصه. نمشيو نفس النمط ديال سعيد بوزيدي رفقه لايساس مثلا. ايه لانه كانت عنده الخبره، عنده لايسيس، كان ممكن يكون البوزيدي كيف يمكن يكون زيركو، لان المنتخب الوطني ما بين سلا وما بين شباب الريف الحسيمي، راه خمسه اللعابه عند سلا وربعه اللعابه عند شباب الريف الحسيمي. وما نساوش ايضا الوداد حاضر بقوه، ايضا ما نساوش ايضا حتى في المغرب الفاسي اللي مشينا قلنا مباريات عندهم لاعبين جيدين، ولو انهم عندهم ترسانه نوعا ما يعني تحتفظ بباسم، تحتفظ بالحجيره، تحتفظ باللاعبين السابقين، ولكن يمكن نقول من باب الخبره حاضرين. مراكش ايضا عندهم لاعبين مميزين. سي محمد داري سي محمد شتي في هذه السنه هذه كان واحد لي فورم طرف، برافو لهم طرف رؤساء الانديه، لانه حاولوا يرونفورسي الفراقي ديالهم افيك لعابه في المستوى ويديروا دي كومبارتيمون صحاح ديال سميتو. ف راك كيف شرتي الكوكب المراكشي، المغرب الفاسي، الوداد، شباب الريف الحسيمي، طنجه مع الاسف المدرب اللي غاب اللي كان مرض وتصاب، طنجه غدا يجي مدرب سميتو غادي يكونوا حتى هما في المستوى، كذلك فريق الجيش الملكي، فريق الفتح، هذو كلهم غادي يعطيو غادي يزيدوا باش ذاك المستوى يزيد يطلع، مستوى اللعبه يزيد يطلع. من غوش ممتازة جدا. الصراع لا زال مستمرا ونحن نتابع وياكم مشاهدينا الكرام. ثلاث دقائق متبقي على نهاية الوقت القانوني للجولة الأولى. النتيجة المسجلة تعادل 29-29. قطع الكرة، انطلاقة مميزة، محاولة بين أجنبيتين يلعبان أو تلعبان بقوة في مباراة اليوم. صراع كبير. دير واش كانت تريز انتيليجونت باش تاخذ الكرة، لأنهما مشات في ذاك لا دياغونال ديال اللاعبه. إذن 29 مقابل 29، صراع كبير، محاولة مميزة ترتطم بالحلاق، تعود 24 ثانية من جديد للعد وتدخل من جانب الحكمة في هذه اللحظات كينا. وأكيد أنها نازك حنفي الحكمة الثانية رفقة بوكبير سعيد تقدم مباراة كبيرة هذه الحكمة بجوج التحكيم اللي حد الساعه مقدمين مباراه كبيره 10 على 10. برافو كنيان سينيا. اكيد الانخراط بالعصبه والجامعه الملكيه المغربيه لكره السله من جانب لاسيكا كان في سنه 2008 في عصبه الوسط بالفئه العمريه الميني باسكيت، فئه الصغار، فئه الفتيان وايضا الفتيات، ثم ايضا فئه الشبان باسم لاسيكا اغري كلوب كنيترا. طبعا هنا كانت البدايه وايضا الانطلاقة على المستوى الوطني. بالنسبة لفريق بقيمة الجيش الملكي أكيد قدم نفسه بصورة جيدة، فريق الجيش الملكي الذي على مستوى العنصر النسوي يعني يمكن نقول الموسم 2007-2008 سيبقى حاضرا بقوة في الأذهان. دوبلي البطولة وكأس العرش 2007-2008 بالنسبة للسيدات الجيش الملكي، الدوبلي كانت مهمة سي محمد آنذاك يعني. أيضا الفريق الذي قدم أيضا حضورا مميزا ولو أنه كان فاز على فريق الفتح الرياضي الرباطي في المباراة النهائية ب 60-63، طبعا يمكن نقول أيضا على أنه قدم حضورا مميزا رفقة أو ضد فريق الوداد الرياضي، والمقابلة القوية التي كانت في الدار البيضاء 46-37، حضور مميز
ايضا من جانب الايصفار. البالماريس فهو عديد في البطوله الوطنيه اسمه محمد زحزوحي 2004 2005 2006 2007 2008. الايصفار فيمينان طبعا نتحدث عن سيدات الجيش الملكي حاضرات بقوه، قدمنا الشيء الكثير على مستوى كاس العرش الزعيم، وهذا المره على مستوى العنصر النسوي 10 مرات انتصار منذ 87 98 99 2000 2001 2003 2005 2006 و87 حاضر بقوه، وايضا الوصافه في 86 في 88 في 89 91 92 2004 ارقام لا تاتي هكذا عبثا. فريق كبير كبير يحترم الجيش الملكي. كره من جديد لصالح فريق الجيش الملكي، يسجل طبعا هذا الحضور القوي من جانب اللاعبه طبعا بالغالي. مريم تفضل سي محمد. هنا 33 32 لصالح الجيش الملكي على بعد دقيقتين. هذه محاولة مستمرة طبعا، دقيقة 50 ثانية الوقت يمر. قوية إبعاد الكرة، عود من جديد لصالح فريق الجيش الملكي. تمريرة ممتازة، تمريرة ممتازة، عدم التسرع واضح بالقاسم هند. ترجع الكرة الأجنبيات لاعبات بقوة طبعا، دوتشي لطيشة على الصورة طبعا. هنا تمريرة مميزة، محاولة مميزة، فرصة فرصة والتدخل. كان هناك خطأ، رميتين حرتين واضحتين أمامنا على الصورة بالغالي مريم التي ستتحول صوب الرميتين الحرتين الآن. هنا موفمون كان 33 للجيش الملكي 32 لفريق لاسيكا فريق نادي الفلاحة القنيطرة، والتوقيت المتبقي دقيقة وسبعة وعشرين ثانية. أذكر دقيقة 27 ثانية متبقية على نهاية الشوط الأول. تسجل هذه الرمية الحرة 34 للجيش الملكي 34 للجيش الملكي 32 لفريق طبعا لاسيكا. محاولة مستمرة من جانب عناصر فريق النادي الفلاحة القنيطرة، وفي آخر المطاف تعود وتسجل تضيع كل ماركوري كانت في الروبو اوفنسيف. دقيقة 10 ثواني ويزل الستار على الشطر الأول من مباراة اليوم بين الفريق الجيش الملكي والخصم اليوم طبعا فريق نادي الفلاحة. هذه محاولة تسجل، لقاء قوي، النقاط غير متباعدة بشكل كبير مما يعكس طابع الندية والقوة. سي محمد زحزوحي دقيقة 10 ثواني على نهاية الجولة الأولى. اللقاء في تكافؤ الآن، تعليقك على السكورين على ال 34 34. سي محمد قلت لكم قبل لابور ديال لي جوز اترونجير غادي تكون يكون ماتش اكيليبري. هذه محاولة ممتازة والادريس العنوان مفقود في المحاولة الماضية. فرصة 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 وفي آخر مطاف. نعم كانت هنالك محاولة، كانت بعيدة طبعا. مستمرين توش لصالح لاسيكا. تمريرة ممتازة وي، ما كانش هنا الدفاع، هنا ما كانش حاضر ديال فريق الجيش الملكي واستغلت الفرصه رقم 14 كولمان كوري. سي محمد اليوم يمكن نقول بانه لاول مره يعني من خلال جوج مباريات اللي قلنا ديال العنصر النسوي في الموسم، وهذه المباراه طبعا الثالثه، سكورين عالي الحمد لله. سكورين عالي كيف فرق تقريبا 30 اكثر من 30 في الشوط الاول. مهمه، محاولة مستمرة من جديد، فرصة فرصة خارج القوس، دخول داخل القوس، محاولة طبعا تأتي بهذه الطريقة. خطأ الحكم صفر خطأ. خطأ لصالح بلقاسم ربيع. هذه زويتة نشاهدنا منذ لحظات، تابع معايا 27 ثانية. سبعة وثلاثين 35 لصالح لاسيكا.
المحاولة تشهد بها. فرصة 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 بالفعل. نهاية الجولة الأولى مشاهدي الكرام، النتيجة المسجلة 35 مقابل 37. الجيش الملكي يتأخر بنقطتين فقط. سي محمد تعليقك بعجلة قبل من نوجه الأولى. بون بريمير ميتون، برافو للفريقين معانا. تفرجنا في الباسكت جميل صراحة. السكور ديجا 37 35. إذا مشاهدي الكرام فاصل وبعده نواصل، إلى اللقاء. مشاهدي الكرام في كل مكان، نعود لنستهدف واياكم الجوله الثانيه من عمر هذه المواجهه طبعا التي تجمع بين فريقي لاسيكا وفريق ايسوس، فريق نادي الفلاح بالقنيطره وفريق طبعا نادي الجيش الملكي. جوله اولى قويه 35 37. محمد زحزوحي، مع بدايه الجوله الثانيه تطلعاتك وايضا تحليلك التقني، كيف ترى الجوله الثانيه من عمر هذه المواجهه بين هذا النادي؟ اولا السكور ديال 37 35 هذا كيخلينا باش كنشوفوا واحد المقابله بكل صراحه في المستوى. كاين شويه لابسونس دو رويسيت، لانه الفريقين معان كيديروا دوك لا ديفونس دو زون، ولكن ان سكور دو 35 37 كيبقى ان سكور كيفاش كنقولوا، ما غنقولش مويان ولكن بليس كو مويان. شويه الاداء ما كنشوفوش ان شونجمون في الكوتي ديفونس، لا ديفونس ديما كتبقى ديك لا ديفونس دو زون دو 3 او دو 1 2، ما كنشوفوش بعض الاحيان اون ديفونس شويه اغريسيف افيك بريس، ولا اون ديفونس دي ميم حتى لا كان زون كيكون اون فارياسيون ديال لا زون. المهم هو كاين هنا بعض العناصر اللي كيبانوا نوال عند فريق لاسيكا، بمستوى جيد. اللاعبات الاجنبيات ديال فريق الجيش الملكي هما اللي عطاو واحد الاضافه لفريق الجيش الملكي، دونك ممكن تكون المقابله الشوط الثاني غيكون غالبا ما غيكون اكيليبري. ما نساوش كذلك اللاعبات الاجانب ديال لاسيكا، هما عاونوا نوال منين دخلوا، وكاين حتى لي فور ديال فاطمه الزهراء وجبوح نوره كذلك صفوف لاسيكا. لقاء مثير قوي يجمع بين الفريقين معا. سننطلق في الجوله الثانيه من عمر هذه المنافسه، حيث النديه، حيث القوه، حيث الاثاره، حيث التشويق الذي نتمنى ان يكون حاضرا وسائدا في الجوله الثانيه من عمر هذه المنافسه. جديد عندك سي محمد. الربع الاول فريق الجيش الملكي هو اللي كان منتصر ب 18 15، وفي الربع الثاني فريق لاسيكا هو اللي انتصر ب 22 17. إذن الجولة الثانية الآن تنطلق، 10 دقائق الأولى من الربع الثالث في هذه المنافسة، لقاء أكيد أنه ليس بالسهل، لمحاولة من جانب عناصر فريق طبعا لاسيكا. 35 37 أكيد أن نادي الجيش الملكي في كل الرياضات يتصدر المراكز الأولى على مستوى كرة القدم. سيكون التبني كبير بالنسبة لنا، ولكن ما دمنا نتحدث على كرة السلة ونواكب كرة السلة ونتابع كرة السلة، فأكيد أنه التأطير التمكين من قيام والإشارة. هناك أكاديمية جديدة طبعا، كان هنالك عقد شراكة أكيد مع السيد عدلي حنفي على مستوى كرة اليد. أكاديمية بإمكانها أن تنتقل إلى فروع أخرى حسب تصريح طبعا مفيد الكاتب العام لفريق الجيش الملكي، وبالتالي نتحدث عن تكوين، عن قاعدة، عن دراسة ورياضة. دراسة ورياضة نفتقده كثيرا سي محمد. مع الاسف حنا خدينا واحد الروتار في هذا المجال ديال سبور ايتيود. لان دابا سبور ايتيود هذه واحد 30 عام راه كان غير على نيفو ناسيونال، ولكن دابا راه ولاو نيفو ريجيونال. دونك لجينا نشدو تونس ولا نشدو مصر ولا شي حاجه، راه بلا ما نمشيو لفرنسا ولا اسبانيا راه كيولي او نيفو ريجيونال. دونك ثانويات الرياضيين اسمح محمد في الدار البيضاء ربما كانت تجربه، يعني كانت على الاقل كتعطيك ثانويه ديال الرياضيين، يعني فيها قرايه وفيها في نفس الوقت رياضه.
لا تختلف عن البقيه الا بان السويع ديال الرياضه اكثر. اسمح لي التجربه شنو رايك بعد الثانويه؟ قبل كان ليسباس تيران، كان ليسباس سبورتيف موجود، كتلقى تيران الفولي، تيران الباسكيت، شويه من الاحيان الا كان المدرسه كبيره ولا الثانويه كبيره كيكون الفوت. انا اللي كره السله فين عرفتها في الكوليج مولاي عبد الله، فالليسي محمد سانك بوم كان على مدينه الدار البيضاء اللي عشت فيها، الليسي محمد سانك اللي كان عطى لاسيك في الهاندبول، الذكريات الخوارزمي، وزيد وزيد وزيد. ولكن مع الاسف جات واحد الوقيته اللي كان خاصنا نوجدوا المدارس، نوجدوا لي كلاس، فاذا به المساحه ديال الملعب هي اللي ولات فيها دي كلاس باش نقريو سميتو. كانت اون اورينتاسيون اخرى، كانت اون اورينتاسيون اخرى، ما نقولش ما كانش في محلها، في محلها اليوم الحمد لله كنلقاو واحد البوتونسيال صحيح، لا في ليزانجينيور، لا في لي ميدسان، لا في الفارماسيان، لا في الاساتذه. ولكن هنا هي الرياضه، وهنا يبقى السؤال الكبير. نرجع عندنا والعزي، نبقاو مع لاعبات لاسيكا، محاوله طبعا، تمرير مميز خارج او داخل القوس، شاهدوا معي. ها ممتازه هذه ممتازه من عناصر فريق نادي الفلاحه، وشوف قطع الكره تعود الكره من جديد لعناصر فريق الجيش الشبابي. كيف محاوله الانطلاق، الانطلاق مميزه مميزه في اخر مطاف، تضيع، تعود لنا والعزي، ينطلق الريال بشكل كبير الان، ونحن نتابع هذه الكره اخر مطاف الى خارج طبعا رقعة الملعب. التباري يستمر، المنافسه تستمر، الصراع يستمر. دارت ان فور فيزيك صحيح نوال، وي 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 بوباني روندون اندريانا toujours défense 2 3 ها حراسة ديال جبوح نورا لاسيكا على لاعبة رقم 13 غوكاس. على الصورة سيوان خديجة، محاولة من جديد، شوف معايا هنا، مميزه، تمرير براحه من لاعبات فريق الجيش الملكي. اسمع احمد وي كاين اون ديفونس دو زون روبليي. علاش روبليي؟ لان وجود اللاعب رقم 13 نغوغاس باش كيديروا عليه الحراسه. فرصه الان، وي 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 ساعه رجعت من جديد، محاوله، فرصه فرصه فرصه، خطا خطا خطا. فاطمة الزهراء ضيعت المحاولة ورجعت افيك ان روبلي ان بو رابيد باش درت الخطا. ست نقاط لصالح فريق لاسيكا مقابل جوج نقاط لصالح فريق الجيش الملكي. هاد ربع دقائق تسجل تسجل مميزة 39-43. محاولة، فرصة، في آخر مطاف. وي وي هنا كانت طبعا تحت الحلق فيها قادري مريم، شافت ليسباس ودار ديك لو جو سون بالون وخدات لاباس. شجلات تركيز مستمر في اخر مطاف طبعا. هنا جبوه نورا درت خطا في الدفاع، لانه كانت لاصقه دايره بريسك ان بلاكاج على اللاعبه نكوكاس، وواحد الوقيته مشات باش دير اد تحت السله وخلات نكوكاس بوحدها، داك الشيء باش رجعت عندها اون روتار ودات الخطا. شوف معايا هنا، وي لا ضاعت. اذا تستمر المنافسه من جديد دائما مشاهدينا الكرام بين الطرفين معا، ونحن نتابع هذه المحاوله خارج منطقه القوس. امكانيه الاعتماد على الثلاثيه ونوال عزي اللاعبه التي تتحرر من كل الضغوط وتسجل هنا
طبعا لاعبة فريق نادي كولمان كوري فلاحة كولمان كوريا سمين اللاعبة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية واللاعبة التي احترفت أيضا بالدوري الفنلندي. هذه محاولة تسجل بشكل مميز في هذه اللحظات. إذن يبدو أننا مشاهدة كرام نصل إلى 5 دقائق و24 ثانية متبقية على نهاية تفاصيل الربع الثالث من هذه المنافسة. 42-47 أعتقد أنه تختزل العديد من الأشياء الآن سي محمد. لا 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 مازال حنا في الربع الثالث، حنا في الربع الثالث محد نقوكاس مازال موجودة في رقعة الملعب، وفريق الجيش الملكي مازال عنده الإمكانيات باش يمكن له يسجل. نتحدث هذه المرة على مستوى دكة الاحتياط بوخدوش الرجل الذي يقود لاسيكا نادي الفلاحة، الاسم الذي يبقى مرتبطا بشكل كبير وحاضر بقوة بعالم كرة السلة. سي محمد تفاصيل أوفى على رجل يتواجد في دكة احتياط، هذا على الصورة بوخدوش يعني معطيات كبيرة كبيرة جدا على هذا الأسطورة إن صح التعبير. بكل صراحة أسطورة، وديك الطريقة ديالو ديال اللعب تبارك الله، ربي عطاه واحد الفيزيك، واحد الانتونسيتي، واحد لابيديتي، واحد لافيتاس. انا كنتذكر كنت رافقت الفريق الوطني في 82 الولايات المتحده، بعض المدربين الامريكيين تفاجئوا من هذاك المستوى الجيد، لانه كانت عنده ديك لا فورس بحال ديال ان سبرينتر ولا ان كورو داتليتيزم ديال 400 متر ولا 400 متر، وكان اون بليس كانت عنده واحد لا ديتونت. وما نساوش راه كان في الفريق الوطني اللي اخر ميداليه عندنا على الصعيد الافريقي راه معاه في مدينه الرباط لا ميداي دو برونز. طبعا يبقى من الاسماء المهمه طبعا في عالم المنافسات في لا جينيراسيون ديال حشاد، ديال حسينه، ديال الهواري، ديال اكيد انه من غورش كذلك الاسماء المتمكنه والحاضره بقوه في عالم فوت. نف بوان دابا لصالح لاسيكا. محاولات اكيد انها عديده مستمره بين الطرفين في هذه المنافسه. هاوي 3 كونتر 1 متابعه، نتابع هنا فرصه 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 وتسجل. جميله جميله هذه، لو ريتم عند لاسيكا اكيد لحد ساعه النتيجه المسجله 53 نقطة لفريق الفلاحة القنيطرة و 42 نقطة لفريق الجيش الملكي. واليوم كنشوفوا مدرب بن خدوش اخر، اجي نقارنوا مع ديك المقابلة الأولى اللي كانت في مدينة القنيطرة. اليوم بهادي مدرب يقود فريق الجيش الملكي، عنده الإمكانيات الآن. ربما بهادي لو أنك تتابعوا بادي اكيد يؤمن بالاجنبيات بشكل واضح، ولكن بهذه اليوم باللاعبات اللي كاينات فاكيد انه يسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه. ولو ان الجيش في المركز الثاني فاكيد انه يدل هذا على انه فعلا بهادي يسير بشكل احسن مع فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي راه كيف قلت لك راه عنده في نفس المرتبة مع شباب ريف حسيمي 14 نقطة. حاول المرتبة الأولى طريقة التعامل بشكل رائع. حضور قوي. تحضير من جديد شاد مايا. التعامل الان مع هذه المحاوله رجعت في اخر مطاف لعناصر فريق لاسيكا. تمريره مميزه بعيده، خطا ماشي هاي
تحكيم مميز صراحة في المقابلة. 4 دقائق متبقية على نهاية هاوي بون رانفيرسمون تاع فرصة لوتير ديالها. شاهد معايا أنا فرصة لوتير ديالها وبون سويفي ديال نوال بور روبون. 3 دقائق 57 ثانية نوال عزي على الصورة، لاعبة بإمكانيات محترمة صراحة. مثير، قوة، إثارة، تشويق، حماس، يدب في النفوس والجميع يقدم نفسه بصورة جيدة، حضور مميز في هذه المنافسة القوية. حاول فرصة نوال سوبيريتي في النقطة طلعت في لاباس شوية أكيد بيا لاباس دوماج. اوه تسجيل نقطة. لا الجيش يتأخر. لا ولاو في لوريت ولا لو سير نومبر في لاتاك عند لاسيكا. الجيش الملكي يتأخر. شوف ما يحتاج على مستوى التمرير. الجيش الملكي ما بعد هي صعبة. وقت مستقطع. نعم كنا نقول له طبعا 42 58 طبعا لكن ممكن من زملاء عبر الارجاء هنا في القاعه بالاكيد كيدخلوا لاعبين ديال فريق الجمعيه السلويه. كاين ايضا حضور ديال مجموعه من الجماهير ايضا اللي غادي تبدا تقاطر على القاعه باش تتابع اطوار هذه المنافسه. فيمكن نقول بانه لقاء مثير على مستوى العنصر النسوي. الجيش الملكي في وضعيه يمكن نعتبرها يعني وضعيه اللي حرجه الان. كان قيد زمام المقابله الان الامور اختلفت سي محمد. شاهد معي الصور ديال الزملاء هنا كيبان بانه كاين واحد لا كونديسيون فيزيك عند لاسيكا اللي ما كايناش عند الفريق الجيش الملكي. فهنا كنشوفوا دي كونتر اتاك اون سور نومبر. فريق الجيش الملكي ما كانش داك لو روبري داك الشيء باش ما بقاش غير داك لافونس ديال 4.5 بوان راه وصل دابا 16. الريتم لاسيكا مطلعه داك الريتم. فريق الجيش الملكي لحد الساعه كيحاول يلعب غير على نكوكاس لاعب ارتيكاز. سي محمد لو انك تشاهد هذه المباراه يعني هكذا، هل بامكانك ان تجزم على ان الجيش الملكي اللي عنده الصداره تقريبا او في المركز الثاني ينافس فريق اللي هو فريق نادي الفلاحه؟ ما كاينش كيبان بان نادي الفلاحه هو اللي متصدر يعني. لا ولكن نادي الفلاحه راه عنده رقم 14 كولمان كوري، عنده رقم 12 روندن اندرينا اللي ما كانوش. فاذا به هادو منين جاو زادوا عاونوا نوال. قبل كنا كنشوفوا نوال بريسك بوحده اللي كتاخذ الانيشيتيف باش تسجل. متابعه مستمره دائما معكم مشاهدينا الكرام. هذه اللاعبه يعني دينامو لعبات كل اربع حتى الساعه وقيله ما مازال ما خرجت لعبات كل اربع اصبح يعول عليها بشكل كبير يعني واش ماشي مجازفه من المدرب. والان 16 نقطه مثلا او 12 نقطه كفريق، فكان بالامكان المدرب انه على الاقل يخليها ترتاح شويه. كاين محاوله 42 58 2 minutes 56 58 42 لصالح لاسيكا. نقطه كامله 2 دقائق 56 ثانيه وي تسجل الاولى تسجل طرف زينب وي تسجل ايضا ثانيه كذلك. محاولات مستمره مشاهده كره وطلب دفاع متقدم شويه على الموزع المنور فرصه لا بوحده وي تير 3 بوان ما كاينش الروبون. فرص عديده مستمره لا
يعني كان اللي كان يكون احسن مما كان. اسمح لي، وهنا باش كتعرف المجهود اللي كدير واحد اللاعيبه في الشوط الاول وغادي الشوط الثالث، خصها شويه تخرج واحد 2 مينوت 2 مينوت لا 3 مينوت باش ترتاح. هذه محاولة فرصة. شاهد معايا هنا التعامل مع الكرة، تمريرة مميزة. اي 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 تضيع، لم الهجومي لم يكن بشكل مناسب. اقحام لاعب رقم 13 نكوكاس بلاتشيني. هنا كنشوفوا المدرب هادي كيطلب باش الدفاع المتقدم يكون عند لاعبات فريق الجيش الملكي، لان خصو يرد السكور على الاقل، يحاول يستهلك 24 ثانيه مخصصه للاعبات فريق نادي الفلاحه، هذا امر ضروري. تزداد المهمه صعوبه الان، ومحاوله مستمره. خارج رقعة الملعب. هنا ما كانش روتور ديفونسيف في طرف في الجهه ديال لازون باش يسدوا ذاك الممر على اللاعب رقم 12 روندون اندريانا. 44 58 اسمح لي، بجوج دقائق متبقيين لنهايه لو سيفرون الربع الثاني. تسجل 59 انهيار تام للجيش الملكي بطبيعه الحال. الشوط الثاني مخالف على الشوط الاول. فرصه فوالا ربع، هما ثلاثه واقفين فريق الجيش الملكي وغير جوج اللي في الديفونس. هنا كنشوف با دو روتور ديفونسيف، ما كاينش كاع نهائيا. لاعبات متمكنات، لاعبات نادي الفلاحه، انهيار تام لنادي الجيش الملكي. سؤالي، ما الذي حدث بين الشوطين سي محمد الان؟ يعني ملي كنشاهدوا مقابله يعني بهذه الطريقه هذه، ما الذي حدث بين الشوطين؟ هو هناك غريب جدا، كنا كيلعبوا غير على لاعيبه وحده اللي ما كتسجلش. هنا لاعيبه وحده اللي كاينه في الصوب الجيش الملكي، كوكاس كيلعبوا غير عليها وما كاينش روتور ديفونسيف. اذا على الصوره تظهر كوكاس بلاتشيني. مع مرور الوقت تقترب الان عقارب الساعه للموعد الهام، قرعه هامة على مستوى منافسات دور الثمن والربع النهائي. اسمح لي، سيكون الحدث كبير اكيد عبر القناة الرياضية مباشرة من داخل القاعة، قاعة فتح الله البعزوي، وبالتالي الجمهور الكريم مدعو لمعاينة ومتابعة القرعة مباشرة عبر القناة الرياضية. لقاء اكيد الحالي بعده مباشرة، والاول مرة القرعة داخل القاعة المغطاة سي محمد مباشرة عبر الهواء. يعني أكثر من هذه الشفافية ما يمكنش، ففكرة أكيد ستطبق. كاين شفافية وكاين كذلك مشاركة الجمهور، الجمهور حاضر. وأمر آخر أيضا، مجموعة من رؤساء الفرق بدأت تلتحق الآن. السيد عبد الرؤوف بن طالب طبعا عن فريق الجمعية الرياضية السنوية الآن يلتحق بالقاعة. هناك أيضا ورا عنده التيراج وعنده الماتش وعنده مقابلة أيضا. نذكر أيضا أن هنالك مقابلة خاصة بالذكور القسم الممتاز، صراع كبير، قمة أيضا كبيرة. الجمعية السنوية الوداد الرياضي اسمح قمة كذلك بطبيعة الحال، منقول عبر القناة الرياضية إن شاء الله دائما مع الجمهور الكريم. تابعونا وحنا كنتابعوا وإياكم تفاصيل هذه المنافسة. هذه محاولة تحضير الآن، و كان خطأ ديال نوال، كاين خطأ بالفعل. 46 مقابل 61. سبعة وأربعين ثانية متبقية على نهاية هذا الربع. وي 47 مقابل 61. 48 دابا 61. غادي نتبعو. وي 49. إذا غادي نتابعوا النتيجة النهائية. اللاعبة زينب بورسنتاج بريسك 100% في لي لونسي فرون 4 سور 4. إذا 61 نقطة لصالح فريق نادي الفلاحة مقابل 48 نقطة لصالح فريق الجيش الملكي.
47 ثانية متبقية على نهاية الربع الثالث. عندك شي ملاحظة في السكور؟ لا، تراجع ديال لاسيكا غير في دقيقة و30 ثانية، لأنه بدا كيبان العياء. داكشي راه كانت 15 بوان في عطر ما يدخلوا لعبات أخرين فريش ويزيدوا شوية يوصلوا ل 18 بوان، هنا ولا تراجع ولا 13 بوان. إذا الندية مستمرة مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع أطوار هذه المنافسة. أداء يمكن اعتباره على أنه أداء قوي مثالي من جانب فريق اللاسيكا. الكل شاهد معي هذه الصور. هنا شفنا سولو سير نومبر، واحد جوج ثلاثة، شحال كاين تما كاين دو باس. فوالا، حضور جيد، تعامل إيجابي، ندية، يعني كلها امور ممكن نقول بانه حاضره في هذه المقابله. 48 61 47 ثانيه المتبقيه على نهايه تفاصيل الربع الثالث، مع متابعه مستمره. سي محمد، ممكن نقول بانه اليوم شفنا الباسكيت على مستوى العنصر النسوي يقنع. لا برافو، احنا في 61 48 كوميم سكور مهم. 47 ثانيه المتبقية على نهاية تفاصيل طبعا هذا الجولة الثالثة. تلعب الكرة من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي، تحضير لعبة رقم 10 صالحي نادي. تدخل الحكم 45 ثانية، 83 جزء من 100. متبقية على نهاية تفاصيل الربع الثالث. تحضير الآن. الموعد سيكون كبير. الصراع سيكون كبير. هنا التحدي ليس بالسهل. هو تغيير في الدفاع شويه، بدات الفريق ولكن ماشي كيرجع، ولكن بعدا بدا كيحصر لاسيكا. هذه محاوله ثلاثيه. نو بو خدوج، يا بو خدوج يصرخ على لاعباته ولو انه متقدم في النتيجه. بو خدوج هو بو خدوج واقف، تعليمات معطيات. شوف معي، يعني لا يهدأ له بال. اليوم جاب الله ما لحش كره سي محمد. لا خص شويه ينزل الايقاع. لا كاينه 13 بوان. بون، هي فعلا كانت دير واحد ستوب، تعطي واحد لاباس، ولكن حصلت على فوت. فوالا، محاولات دائما مستمره ومتواصله مشاهدينا الكرام، ونحن نواكب تفاصيل هذه المنافسه. وتسجل سيدات جوج باش ما يبداش يغوت عليها. شاهد معايا، فاندو سكوند، قول 23 سكوند كاع. 48 63 22 ثانية نيديا. وي خطأ. اللاعبات داروا واحد ديفونس افونسي، ولكن في عوض ما يحاولوا غير يخليوا بير دو بال يدير ارخص، ما كيدغيا كيديروا لا فوت، ما كيديروش ديك لا ديفونس دو بوزيسيون. الاولى ضاعت من اول. 48 63 الجيش 48 نقطة، لاسيكا 63 نقطة. تسجل 64 20 ثانية، 19 ثانية، 18 ثانية، والمنافسة تسير لتنتهي. يبدو أن هنالك محاولة من جديد تغييب الفعالية عن عناصر فريق الجيش الملكي. يا لاباس، يا لاباس، برافو برافو، ناول لاباس. هذه تزيد الطين بلة بالنسبة للجيش الملكي بقدر ما تسعد عناصر فريق لاسيكا. يمتعون اليوم في مباراة كبيرة، يقدمون نفسهم بصورة جيدة. 18 بوان. سي محمد الزحزوحي محلل تقني التقنيات، اليوم ماذا حدث لنادي الجيش الملكي؟ سي محمد، ماذا حدث؟ واحد الفريق راه موجود اون فاس لاسيكا، وكاينين تقريبا افيك مونسيون ثلاثه اللاعبات، نوال والرقم 12 روندون والرقم 14 كوريا. الدفاع ديال الرقم 12 هم من يغيرون النتيجه. جبوح نورا. لا، الخماسي كله كاين، جبوح نورا ورقم 10 فاطمه الزهراء اللي كانوا باينين في الدفاع، وكاينين الاجانب جوج بلوس نوال اللي كانوا باينين في الهجوم.
مع الخماسي اللي داير حسن بن خدوج خماسي جيد. واخا هو كيبين سكور. نغير السؤال بمعطى اخر، شنو ممكن بهادي يعمل باش يرجع للجيش الملكي؟ بهادي كيظهر لي ما عندوش الكونديسيون فيزيك باش يمكن له، لان الاخرين كانوا الريتم كانوا مطلعينه اكثر، فاذا به ما عندوش واحد لا كونديسيون فيزيك. الا بغى يرجع ما كنقولش في هذه المقابله في البطوله، خص ولا بدا اللاعيبه ديالو تكون عندهم واحد لوكونديسيون فيزيك باش يكون هما ان روبي ديفونسيف. فالروبي ديفونسيف ما كنشوفوش، وشفنا عده محاولات عند لاسيكا كانوا تحت السله. واخا نخليو الجيش الملكي جانبا، نمشيو الان لاسيكا. لاسيكا شنو سر النجاح ديالهم يعني بشكل ايجابي، ولو انك تحدثتي يعني سابقا على انه فريق كاين حاضر وان ثلاثه ديال اللاعبات الاجنبيه قدمت يعني الصوره جيده، فالكوتشينغ اليوم واش كان ايجابي لاسيكا؟ شوف السير ديال اي مقابله وكتكون ممتازه وكتكون بوزيتيف على واحد الفريق، السير كيلقاه في السيمانه في التدريب وفي وجود اللاعبات وفي لو مورال ولا سينيرجي اللي كتكون ما بين اللاعبات. هذا هو السير وهذا هو اللي كيعطي الاضافه. فوالا امر اخر هو ماذا يمكن ان يقدم طبعا بوخدوج اللاعبات ديالو باش انهم يحافظوا على النتيجه الان؟ باش ممكن يحافظوا على النتيجه؟ لا ممكن يحافظوا على النتيجه، لانه ما كنشوفوش واحد الشونجمون دورينتاسيون عند فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي ما يخص الهجوم، كاين يلا رقم نكوكاس باتشي اللي كيلعبوا ليها. بون بن خدوج كان كيدير عليها واحد الحراسه بريسك ان بلاكاج عليها، وكيكون واحد الدوبلاج في لا ديفونس عليها ما قدراتش. دونك كان خاص هي منين نكوكاس تكون كتجيب واحد دو ديفونسور، خاص الاخرين اللي يلعبوا ديك الساعه، كاين الاخرين اللي خاصهم يلعبوا. منافسة أكيد أنها ليست بسهلة مشاهدينا الكرام، 48 مقابل 67، نحاول أن نبقى دائما في إطار المنافسة والقوة والإطار التي تعرفها هذه المقابلة، نحاول تقريب الجمهور الكريم لدكة احتياط الفريقين معا، واليوم يظهر أن المنافسة ليست بالسهلة وأن الفريقان معا يسيران بشكل أكيد أنه شكل يقدم طبعا نتيجه ايجابيه لفريق اسمه لاسيكا مقارنه بفريق الجيش الملكي. يلتحق رئيس فريق نادي الوداد الرياضي لكره السله السيد علي مرافي، طبعا الرئيس الشاب ايضا يلتحق في هذه اللحظات طبعا بالقاعه. وإلا نسيت ما ذكرتوش هو في الرؤساء اللي جاوا، الحمد لله اللي جاوا للفروق وجابوا بالمساهمه الشخصيه ديالهم. اكيد عندنا لاعبه اجنبيه في صفوف فريق لاسيكا رقم 12 روندون ادريانا، هذه مريم، هذه لاعبه اجنبيه تلعب في صفوف فريق لاسيكا، ويمكن نقول بانه الحضور ديالها هو ايضا ايجابي في هذه المنافسه. سي محمد ديفونس زون 2-1-2 روبلي ديال فريق الجيش الملكي، سيركيلاسيون دو لا بار رابيد، فوالا فيكساسيون، فوالا الباني، برافو 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 برافو. Ça, c'est du basket. نفس النهج ديال لا زون، ولكن شويه من بريس على البورتور دو لا بال. فوالا فوالا انترسيبسيون رونفيرسمون، محاولات مستمره، بون سويفي. برافو 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 لاسيكا وبرافو الحسن بن قدوش. نديه مستمره، إثارة، تشويق، حماس، كل شيء حاضر في مباراة اليوم. هيا سدات الباساج، برافو ديفونس، وما سدات الباساج ما خلاتش باش تمشي تسجل. ميم ديفونس لاسيكا حاضرين. ولا مستمرة، شوف معايا فرصة. ما ديجا اون اتاك، ديجا بوز اون اتاك، فوالا فرصة فرصة الان. عاوتاني غيديروا لا ميم سيركيلاسيون، فوالا اوب خارجة من منطقة القوس. الان كيلعبوا ب 24 ثانية ديال لاباس. برافو لاباس، جميلة جدا جميلة جدا فريمون. شنو نقول لكم بكل صراحة، انا تفاجئ بهذا المستوى. لا وي وي يختلفون نهائيا على الفريق اللي شاهدناه المره السابقه على مستوى النقد الفردي. قلت لك ان شاء الله في الفتره ديال الروتور، لا في الذكور لا في الاناث، هذا المستوى يزيد يطلع. اكيد انه هناك من يقول ان لاسيكا ربما
يحققون لقب هذا الموسم ثلاثية. مقولة ديال أن لاسيكا ربما يحقق لقب هذا الموسم، شنو رأيك؟ ما نقدروش دابا نحكموا على ما كاين شباب ربيح حسيمي، راه كاين الكوديم، كاين الكاك، الكاك بالفعل. ولكن إلا كانت البطولة المنافسة في أربعة ولا خمسة ديال الأندية فشيء ممتاز أكيد. بو خدوج عينه على التوقيت وعينه على رقعة الملعب، هجمة مرتدة مضادة من جديد للاسيكا، محاولة قطع الكرة طلعت وكانت في جنبها نوال وفي جنبها كولمان. لقاء ليس بالسهل، لقاء ليس بالسهل. كل برافو برافو سعدو ما ضاعت اداء مهم، طريقه باش داز داك الكولوار وباش حتى اللاعبه الاجنبيه روندون اندرينا عندها تكنيك ممتازه. المعنويات بدات كتنزل للفريق الجسمي، لا كاين تكنيك انديفيديال اللي شويه عاليه عند اللاعبات ديال لاسيكا اللي ما كايناش عند فريق الجيش الملكي. توش لصالح الجيش الملكي. ما يحدث على مستوى رقعة الملعب اعتقد انه غير مرضي بالبتة مع العناصر فريق الجيش. تابعنا محاولة داخل القوس ثلاثية. برافو 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 لزوكاي زينب، زوكاي زينب بالفعل اللي تريز ادروات راه ان باراتيري لونسي فران ولا ميتروا تريبلي وما كيلعبوش عليها. ما كيلعبوش عليها. كرة من جديد لاسيكا لنادي الفلاحة بالقنيطرة. محاولة تقدير باسي باوي وجميلة تسجل. كاين شي خطأ دفاع، كاين شي خطأ. نهار نهار فريق الجيش الملكي الآن كيستغلوا الفارق الآن. سكور ديجا 77 54 لصالح فريق الجيش الملكي، فريق لاسيكا عفوا. لاسيكا بالفعل. محاولة الآن من جانب نوال. تحضير فرصة. هنا بالخدوش كانت كي كيلعب افيك دو زاريير في لا ديستريبيسيون، كيلعبش افيك ان سول اريير ودو زاريير دروات اكوش، كيلعب بدو زاريير في لا ديستريبيسيون. وفريق الجيش الملكي ما انتبهش باش كيفاش خصو يدافع على دو زاريير في لا بوزيسيون دو اوفونسيف. 54 77 تمريره هنا ممتازه. اخطاء عديده مرتكبها الفريقان معا. خطا هنا الأولى كتضيع. قادري مريم وي كتسجل الثانية 78. هذه محاولة الآن فرصة تحضير من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. وي بامال توماس ضاعت. تمريره ممتازه. لا ما بقاش الدفاع في فريق الجيش الملكي. تومور 5 مينوت 46 80 نقطه لصالح لاسيكا 54 لصالح الجيش الملكي. لازلنا نشوفوا الكلاسمون تقريبا فريق الجيش الملكي في المرتبه الاولى حتى هو بحاله بحال غير عنده البوان فيراج كاين اللي صالح جبابره في الحسيمي 8 لعب 8 مقابلات منتصر في 6 المقابلات ومهزم بجوج نفس الشيء عند شباب ريف الحسيمي فاذا به كيحتل المرتبه الاولى ب 14 نقطه ولاسيكا كنلقاوها في المرتبه السادسه ب 11 نقطه عندها اربعه انتصارات وثلاثه واحد المقابلات 54 80
يعني ممكن نقول بانه مهمك واضح انه لاسيكا استفدوا بشكل كبير من المقابله ديالو. 5 دقائق 46 ثانيه اسمح احمد النتيجه المتبقيه. لا لا دابا 5 دقائق باين بانه لاسيكا مشاو بنفس النهج بنفس لو ريتم، ف 15 بوان 22 بوان 16 بوان تقريبا دابا راهم 5 دقائق 46 ثانيه متبقيه لنهايه الربع الرابع والاخير. عمر هذه منافسة 54 مقابل 80 فهذه غير راضي نهائيا على العطاء ديال اللعيبه بطبيعة الحال. و يعني لحد الساعة راه مسجلين 13 نقطة عاود الربع الثالث للنسيان تماما من جانب الجيش الملكي. تأخر كبير عن مستوى النتائج خاصة على مستوى طبعا تحضير المنافسة. هاتيا بيان وي وي بامال فرصة هذه محاولة لا فورس ديال لاسيكا ضيا كياخذوا كرة كيطلعوها تو سويت اون بوزيسيون اوفونسيف داتاك. فرصة 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 الآن شرمين المحاولة. ها متابعة جيدة تسجل برافو متابعة جيدة من طرف شبوح نورة أكيد أنه النبية مستمرة بين الطرفين معا. تحرير شال يسرى وي شاد معنا المحاولة. فرصة 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 كتضيع ريكيبيري رجعت من جديد حسن كي كيطلب باش تكون لا سيركيلاسيون ديال لابال. نوال كتضيع ثانية واحدة ينتهي أو تنتهي 24 ثانية مخصصة للهجمة. يعني يمكن نقول بأنه هزيمة قاسية صراحة سي محمد. هذه مفاجأة الدورة إن صح التعبير. نقولوا يمكن هزيمة قاسية ولكن الشيء الجميل هو كتشوف واحد الفريق كيبراتيكي واحد كرة السلة. وهو لاسيكا بكل صراحة. هنا كاين خطأ دونك الكرة ترجع لاسيكا. خطا في ذاك الروبون في مع التصفيره ديال ذاك 24 ثانيه كان خطا. حاول الان تحضير هذه جميله شوت. ثلاث سكوند كان ثلاثه ديال 3 سكوند ولكن لاكسيون كانت ما بيهاش. التمريره تحت السله كانت جميله جدا. جميله. 54 82 هنا بير دو بال عند فريق الجيش الملكي. فوالا عاوتاني سيركولاسيون دو لابال افيك دو زاريير فوالا باس ا دروات ا غوش واي واي واي. هنا شوية نورا كانت شوية أنانية في هذه المحاولة كان واجب عليها تخرج الكرة للنوال. اثنين وثمانين 54 فمن بعد خروج نكوكاس باتشيني ما بقيناش كنشوفوا شي لعابه ارتكاز في صفوف الجيش الملكي. كونتر 3 كونتر 2 نو رجعوا لا ديفونس سي محمد. 3 دقائق 22 ثانيه سيركولاسيون دو لابال
سي محمد 3 دقائق بيالا باس 22 بيالا ثانية باس. واش ممكن نقولوا بأنه المقابلة انتهت؟ لا انتهت انتهت، يعني الأداء اللي كنشاهدوا الآن على مستوى رقعة الملعب ممكن نقول بأنه برافو الفريق، راه 80 نقطة 82 وكبوة عند فريق الجيش الملكي، يجب أن يتدارك في قادم المنافسات لأنه 8 الانتصارات اللي حققها هذا الموسم، أكيد أنه 6 ديال 8 ديال الانتصارات، أليس كذلك سي محمد؟ يعني في المركز اللي عنده الآن فهو المركز رقم 14، هذا دليل على أنه فعلا فريق لا يستهان به. طبعا أكبر مستفيد من هذه المباراة هو فريق شباب ريف الحسين سي محمد. طبيعة الحال لأنه كانوا في من كلاسمون. محاولة تفضل باس الوقت يمر ودقيقتين 27 ثانية. مشاهدي الكرام أكيد أنه بعد دقيقتين مباشرة سنكون مع القرعة الخاصة بنهاية، طبعا القرعة الخاصة بثمن النهائي والربع النهائي، أكيد التباري غيكون كبير وكبير سي محمد بين كل الفرق، وبالتالي فمباشرة بعد نهاية هذه المقابلة غادي ننتقلوا مباشرة للقرعة. وأكيد يمكن نقول بأنه العديد من المتتبعين غادي يواكبوا معنا دور الثمن النهائي والربع النهائي ديال كأس العرش مباشرة من هنا من قاعة البوعزاوي. طبعا احتلنا الجميع كان مدعوا للحضور لهذه القرعة. ضاعت رمضان ادرينا النوال بيان لا باوي بيان جوي بيان جوي لا باس تسجل برافو لا باس برافو لا باس ديال فاطمه زهرة برافو بكل صراحه. 54 82 سكور ديال الذكور بكل صراحه 84 54 برافو 30 نقطة كاملة سي محمد 31 انا ما كنشوفش الفرق ديال 30 كنشوف 84 عند لاسيكا وكنشوف كذلك واحد 54 عند فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي اليوم تكتيكيا كان ناقصه شويه كيف قلت لا كونديسيون فيزيك، تكتيكيا ما دارش واحد الدفاع باش يمكن يحصر اللاعبات ديال سي محمد. العوده للمباريات السابقه لفريق الجيش الملكي على مستوى السكورين شنو المعدل اللي كانوا كيحققوه سي محمد؟ فقط باش نخليو الجمهور الكريم انه يتابع معنا سجل 72 ضد الكوديم، سجل 65 ضد الكاك، سجل 53 ضد صفرو، سجل 88 ضد الوداد، سجل كذلك 89 ضد الفتح، سجل 71 ضد طلبة تطوان. أضعف سكورين أضعف سكورين كان ضد الحسيمة 46، كان ضد 42 ضد الحسيمة، وكذلك كان ضد الصويرة 49، ولكن عنده واحد كان دائما ما بين 60 70 وجوج المرات سجل 80. اذا نادي الجيش الملكي اليوم يمكن نقول بانه فقد المقابله في الربع الثالث والرابع، غير ذلك ف يعني كتبقى مقابله في الدوري الممتاز. وحنا كنتابعوا فريق اللي هو فريق لاسيكا قدم نفسه بصوره جيده اليوم، برافو برافو الفريقين معا نعم، ولكن برافو ايضا لاسيكا لانه فعلا قدموا مقابله كبيره. 39 ثانيه 38 ثانيه دابا واجب لاسيكا عري 24 ونقول مبروك لفريق لاسيكا، مبروك لفريق نادي الفلاحه القنيطره، مبروك ايضا لفريق الجيش الملكي على الروح القتاليه على التفاني تحقيق على الاقل مقابله جيده، ولو انه لم يتمكن من الانتصار ولكن يبقى فريق كبير محترم، فريق بامكانيات محترمه، فريق ايضا بطموحات كبيره، جيل صاعد، اكيد انه المتابعه ستبقى دائما مستمره مشاهدينا الكرام. ويبدو ان منافسات العنصر النسوي الخاص بكره السله
قد أعطت منتوجا جديدا تسويقيا مميزا يحتاج بكل تأكيد الدعم والاهتمام. وثلاثية رائعة، برافو الحفصة، ثلاثية رائعة، هذا ختام مسك، برافو الحفصة. 56-87 سي محمد الزحزوحي، تعليقك على النتيجة. نو كومنت. برافو لشباب الريف، برافو لاسيكا، برافو لاسيكا على هذه الانتصارات. سي محمد الملك ملحوسين اليوم. إذن روح رياضية كبيرة طبعا بخدوج يتلقى التهاني، مقابلة قوية جدا تحكيميا، برافو للحكم، يعني تحكيميا برافو للتحكيم. يا ريانا دير برافو للمجموعة ديال لاسيكا والحسن بخدوج. جمهورنا الكريم لا تذهبوا بعيدا، يبقوا معنا، فنحن سنظل متواصلين معكم اليوم. غادي نبقاو دابا مع القرعة، يعني غادي نبقاو دابا مع القرعة، غادي نتابعوا القرعة ونواكبوا أيضا المستجدات، غتكون منافسة ماشي سهلة. هذه الصور كترجعنا لأقوى لحظات. سي محمد، شي تعليق ديالك على هذه الصور هذه الجميلة اللي شاهدناها اليوم؟ شفنا لاعبات بكل صراحة في المستوى افيك دي جيست تكنيك، وباينين اللاعبات خارجين من المدرسة، أنا نقولها بكل صراحة. هنا كنشوفوا بعض اللقطات هنا ثلاثية بالفعل ديال زينب. الجميع يحضر، يبحث لأن يكون حاضرا بقوة، يواكب أكيد هذه المنافسة ويرغب في معاينة ثلاثية. بعد هذه الصور مشاهدينا الكرام، كنشوفوا الريتم، كنشوفوا الانطلاقة ديال لاسيكا. بعد هذه الصور مشاهدينا الكرام أكيد باساج نواكب وإياكم سحب قرعة ثمن وربع نهاية كأس العرش للموسم الرياضي 2016-2017. لقاء أكيد أو موعد مهم جدا ينتظره العديد من محبي كرة السلة والمتابعي كرة السلة، رؤساء أندية، مدربين، فرق، الكل ينتظر الموعد، الموعد الهام، الموعد القوي، الموعد الذي يبدو أنه يعرف باهتمام طبعا المتابعين، المواكبين، المنافسين، وأكيد أننا في مواكبة معكم. إذن مشاهدينا الكرام ونحن نتابع هذه الصور، نشكركم أكيد على حسن المتابعة، لحظات فقط أكيد، وسنعود إلى هذه القاعة باش أننا نتابعوا تفاصيل كاملة لسحب قرعة ثمن نهاية أو ثمن وربع نهاية كأس العرش. وبالتالي فقط فاصل ولحظات وبعدها نرجعوا لهنا القاعة فتح الله بوعزوي. إلى اللقاء.